بكل يوم يتوغل الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب ممارسات إبادة جماعية وجرائم تطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني، ناهيك عن القصف العشوائي للمستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين وغيرها من منشآت مدنية احتمى فيها النازحون والنساء والأطفال وكبار السن. للأسف شهدنا في الأيام الماضية تكثيف بهذا عمليات هذه القصف العشوائي، وخصوصا الأحياء السكنية بالكامل. وللأسف عندما نستمع لمبررات جيش الاحتلال يذكر أن هناك اشتباه في وجود قيادي، وتكلفة اغتيال هذا القيادي أو استهدافه تتجاوز 400 شخص في حي، ونجد أن ردات الفعل للأسف ليست في المستوى المطلوب، وقد تكون في بعض الأحيان مخزية من المجتمع الدولي. واستمرار هذه الممارسات رغم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية يقوض الجهود الأممية الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين. ولم تؤدي هذه السياسات إلى تصاعد وتيرة العنف فحسب، بل هي ساهمت كذلك في تعقيد الجهود الإنسانية والإغاثية التي من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية على إخواننا في غزة.